السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ خلونا نكمل الفيديوهات اللي احنا شغالين فيها. طيب احنا البرنامج اللي عليه الدور، طيب احنا خلاص عملنا هاي، طلعناها مرة واحدة وطلعناها مرات كتيرة، وقالك بقى ان انت دلوقتي تقدر تفكر وتقارن بين البرنامج رقم 2 اللي هو بيطلع هاي مرة واحدة بس، او البرنامج رقم 3 عشان تفهم الفرق بين اللوب والسيتاب. تمام كده؟ وامتى اكتب هنا وامتى اكتب هنا، خلاص تفكر بقى انت عاوز تعمل ايه ويعني وتقرر هتكتب فين. بيقولك بقى في البرنامج رقم 4 بيقولك ميك ليد تيرنت اون وين انتر ذا سبيسيفيك ليتر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بيقولك ان انت دلوقتي هات لي لمبه وخلي اللمبه دي تنور لو انا دخلتها، لو انا دخلت لها حرف معين، الحرف ده انا اللي هختاره. طب ايه الكلام ده بقى؟ ازاي افكر في حاجه زي كده؟ وعاوز اقول لك الحاجات دي كلها من السلايد يعني، وحاجات يعني هي سهله جدا يعني. يعني انت لما تمشي ايدك في الدنيا يعني هتلاقي ان الحوار ايه ابسط مما تتخيل يعني. طيب خلينا كده نفكر واحده واحده. انت ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك ان انت هيبقى عندك لمبه، تمام؟ اللمبه دي عاوزها تنور، تنور كده. هتنور امتى؟ لما انا ادخل حرف معين. طيب تعالى نفكر واحده واحده. انت دلوقتي عندك ايه؟ انت دلوقتي عندك البادي بتاعك دوت، اللي هو اللي ما هو لازم يبقى موجود، اللي هو الفويد سيت اب، تمام؟ و هنا كده، تمام. وعندك ايه؟ خلينا نكتب الفويد سيت اب هنا، وخلينا نكتب ايه الفويد لوب الناحيه التانيه، يعني ده هنا كده وده كده، اللي هو ايه الفويد لوب. بس هما طبعا تحت بعض، بس ايه عشان تبقى ايه، تبقى الصوره قدامنا، تمام؟ ولو عاوزنا نشرح حاجه خلينا ايه نشرحها هنا، تمام كده؟ حلو قوي. خلينا بقى نفكر واحده واحده. انا دلوقتي عندي لمبه، اللمبه دي هتنور صح؟ يبقى خلاص، يبقى اللمبه دي عشان اوصلها يبقى انا الاردوينو عندي هنا، ده كده الاردوينو، تمام؟ وعندي هنا كده يعني ايه بتات كده كتير او بنات كتيره صح؟ انا لازم هاخد بنيه منهم عشان اوصلها ايه، اوصل اللمبه بيها. امال اللمبه هتنور منين؟ اللمبه دي محتاجه كهرباء، هتاخد الكهرباء منين؟ ما تاخد الكهرباء من الاردوينو. يبقى انا محتاج احجز بنيه صح كده؟ طيب يبقى انا محتاج اعرف في الفويد سيت اب ولا في الفويد لوب البنيه ديت. انا دلوقتي عاوز اقول له ان انا في بنيه انا هاخدها من عندك، تمام كده؟ يبقى انا محتاج ايه اعرفها. طب انا محتاج افضل اعرفها كل شويه ولا اعرفها مره واحده بس؟ محتاج اعرفها مره واحده بس. يبقى خلاص، يبقى هي فويد ايه، فويد سيت اب مره، يبقى هي فويد سيت اب. اكتب له هنا كده بن مود، خد بالك ان حرف الام بس اللي كابيتال، بن مود وايه وتبصيله. قلنا البن مود ببصيله ايه، ببصيله قيمتين، مين ومين، رقم البنايه وهي اوتبوت ولا انبوت، تمام كده؟ طب رقم البنايه اختار اي حاجه معاك من الصفر لحد ال 13، ولكن ابعد دايما عن الصفر والواحد، يعني الصفر والواحد دايما ما تختارهمش. يبقى كاني بقول لك معاك من الاثنين لحد ال 13. انا يا عم خدت البنايه رقم 3، مفيش اي مشكله، خدت البنايه رقم 3، حلو كده جميل. طب هي اوتبوت ولا انبوت؟ تسال نفسك سؤال عشان تعرف هي اوتبوت ولا انبوت. هو مين اللي بي اوتبوت ومين اللي هي انبوت؟ الاردوينو. هل اللمبه دي هتشتغل من الاردوينو؟ طب الاردوينو دوت عشان يشغل اللمبه، هل الاردوينو هو اللي هيدي لللمبه الاشاره ولا هو اللي هياخد من اللمبه الاشاره؟ لو هو اللي هيدي لها الاشاره يبقى هو اوتبوت، لو هو اللي هياخد منها الاشاره يبقى هو انبوت. يبقى البنايه يعني بتاعت اللمبه دي انبوت. طب هي اللمبه، هل اللمبه اللي هتدي الاردوينو الاشاره ولا اللمبه اللي هتاخد من الاردوينو الاشاره؟ طالما هي اللي هتاخد منه الاشاره يبقى اوتبوت، وكلمه اوتبوت كلها تبقى كابيتال، تمام كده؟ تمام كده عرفنا له البنايه بتاعت اللمبه. طيب ماشي، هو قال لك ايه؟ قال لك انا عاوز اللمبه دي تنور امتى؟ لما انا ادي له حرف معين. طب انا هدي له حرف معين فين؟ يعني هل انا مثلا معايا كيباد؟ مين هي الكيباد؟ الكيباد اللي هي ايه؟ الكيباد مش عارف الكيباد، تعالى ممكن اوريها لك، مش عارف اوريها لك فين، ثواني. كان في كيباد هنا، ثواني، اللي هي حاجة كده عاملة زي الكيبورد يعني، ثواني كده اوريها لك. فين بص كده، كانت موجودة، انا لسه كنت بعمل بيها الصبح. ايوه بص كده، مش عارف بص هو ليه، بص كده هي دي الكيباد. فدي زراير انا هدوس عليها فعلا بايديا، دي زراير انا هدوس عليها بايديا، يبقى ده انبوت، تمام. بس هل انا درست ازاي هستخدم حاجه زي كده؟ انا ما درستش حاجه زي، طيب مش مشكله، انا ما درستش حاجه زي كده خالص، تمام. يبقى ايه؟ يبقى انا معيش كيباد خالص، فيبقى انا ايه، يبقى انا مش معيش حاجه ان انا ايه هانبوت بيها. طب ماشي، يبقى طالما انت معكش ديفايس يبقى انت هتانبوت على ايه؟ يبقى خلاص هانبوت على السيريال. انا عندي دلوقتي عاوز سيريال قدامي، اللي هي الشاشه قدامي، بس السيريال دي هي، خد بالك السيريال الشاشه دي هي مش بتخرج لك بس، هي بتخرج لك وانت ممكن تدخل لها، تمام. يبقى انا هانبوت من خلالها. يبقى انت عشان تانبوت بتانبوت من حاجتين، يا اما ديفايس زرار بقى، كيباد، سنسور، بتانبوت من خلاله، اللي هو بباصي للاردوينو قيمه من خلال ديفايس خارجي، يا اما بباصي للاردوينو قيمه من خلال ايه، من خلال السيريال، من خلال البروتوكول بقى، فاهمني؟ يعني هو يا ديفايس يا ايه، يا بروتوكول. طب
طب هل انا في البروتوكول هل انا كنت بحتاج ان انا اعرف بالنت او اي حاجه؟ لا خالص مش محتاج بالنت، بس انا كنت في حاجه كده كان لازم اعرفها، فاكر ايه هي؟ طالما جبنا سيره السيريال، طالما جبنا سيره السيريال يبقى انا لازم ان انا كده لازم ابقى عارف ان انا شغال بالبروتوكول اللي اسمه يو ارت، يبقى انا كده دلوقتي هستخدم مين؟ هستخدم السيريال. طالما هستخدم السيريال يبقى لازم اعرفها واكتب له حرف الاس كابيتال، وقلنا بنعرفها ازاي؟ بنكتب سيريال دوت بيجن. هل انت محتاج تعرفها كل شويه ولا هي مره واحده وخلاص؟ لا هي مره واحده وخلاص. طب سرعه نقل الداتا ما بين الكمبيوتر والاردوينو قد ايه السرعه ديت؟ 9600 بس كده. طيب خلينا نفكر في المشكله اللي عندنا دلوقتي. انت عندك لمبه، اللمبه دي انت عاوزها تنور لما دخلها حرف معين. طب ماشي، هل انا محتاج اعرف حاجه تاني؟ اللمبه وخلاص عرفت، يعني هعرف اللمبه عن طريق ايه؟ عن طريق البتاعه ديت، تمام، السطر دوت، وعرفت دلوقتي ان انا هدخل من خلال السيريال، يبقى انا خلاص محتاج اعرف السيريال وعرفته. هل في حاجه تانيه محتاج اعملها؟ لا مش محتاج، يعني خلاص مش محتاج حاجه تانية ان انا اعملها. خلاص ماشي جميل قوي. تعال نكتب بقى ايه، تعال نخش في ايه الفويد لوب، او تعال نشوف هنكتب حاجه تانية في السيت اب ولا لا. انا دلوقتي عاوز اقول له ايه؟ عاوز اسال نفسي انا دلوقتي الحرف اللي داخل دوت، هل الحرف دوت ايه هو؟ ومحتاج احدد الحرف دوت. فخلينا ناخدها واحده واحده. انت محتاج اول حاجه يكون عندك عاوز تستلم حرف. طب انت طالما هتستلم حرف، الحرف دوت هتستلمه في الهواء، لازم تحجز له مكان في مين؟ في الميموري بتاعتك، عشان ايه؟ تحطه فيها، صح كده؟ طب هو حرف صح، يبقى الحرف دوت هيكون ايه؟ هيكون شور اللي هي كاركتر يعني، صح كده؟ يبقى انا في حرف والحرف دوت هديله فاريبل يعني اسم من عندي، واقول ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي الكومه اللي جايه لي. طب مش فاهم، تعالى نفهم واحده واحده. تعالى نعرف الاول كاركتر من عندنا. كاركتر بتعرفه اي حته في الفويد لوب او في الفويد سيت اب، بس انا ايه، او ممكن حتى تعرفه بره، بس خلينا ايه نكتب كل حاجه في حاجتها. طب ماشي، يبقى انا او احنا مش عارفين اصلا المفروض تكتب هنا او لا، مع ان خلاص انا كتبت لك انها في اللوب، بس خلينا نمشي واحده واحده. يبقى انت دلوقتي عندك تشار، خلينا نسميه اي حاجه، خلينا مثلا نقول ان تشار دوت ده اللي هو الايه الداتا تايب بتاعتي، وخلينا نقول ان مثلا اي حاجه ماي تشار مثلا، ماي كاركتر، تمام كده، ماي كاركتر، تمام. ده الاسم بتاعي، ده الاسم اللي انا فرضته من عندي، افرضه انت اي حاجه، وده الداتا تايب بتاعه، زي مثلا ما انت كنت بتقول انت اكس، فاكر انت الحاجات دي بالظبط. اتشار ماي كاركتر، تمام ماشي. الماي كاركتر دوت ده ايه بقى قيمته؟ ايه هي بقى عباره عن ايه؟ انا عاوز اقول قيمته دي عباره عن القيمه اللي انا هاخدها من اليوزر. طب ماشي، في السي بلس بلس كنا بنكتب ايه؟ كنا بنعمل حاجه اسمها سي ان. طب في السي لو انت دارس سي كنت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ تعمل حاجه اسمها سكان اف، سكان اف، صح كده؟ طب بقى في السي امبيدد بنعمل حاجه اسمها ايه؟ لا استنى، انت في السي امبيدد عاوز تستلم، فالقيمه اللي انت هتستلمها دي بتستلمها على ايه؟ قال لك بتستلمها على، يعني مش بتكتب بقى ولا سي ان ولا سي ولا سكان اف، امال بتكتب ايه؟ بتكتب حاجه اسمها ايه؟ بتكتب كلمه ريد. ليه ريد او اشمعنى ريد؟ ما انت لو فكرت فيها هي منطقيه، هي منطقيه. ليه ريد؟ لان انت لان انت اسمه ايه ده؟ لان الاردوينو هيريد منك قيمه، الاردوينو هيريد منك قيمه، هو الاردوينو مستني ايه؟ الاردوينو مستني ان انت اللي تديله القيمه دلوقتي، يبقى هو هيقرا القيمه اللي انت هتديها له. طب ماشي، هل في حاجه اسمها ريد لوحدها كده؟ لا. ليه؟ لان انت هتريد من على ايه؟ من خلال السيريال، يبقى انت لازم تعرفه ان الريد دي تبع السيريال، يبقى تكتب لي كده دوت سيريال قبلها. يبقى ايه؟ يبقى الشار هي ماي كاركتر بتساوي السيريال ريد. طب ماشي، وبعد كده يعني من الخصائص بتاعتها، يعني او مش من الخصائص، يعني طريقه كتابتها السنتكس بتاعتها، ان انت بعدها بتعمل ايه؟ كوسين كده، تمام كده، اللي هو يعني مستني اليوزر هو اللي يديهاني. طب ماشي، انا لازم اعرف حاجه زي كده، تفتكر هعرفها فين؟ في السيت اب ولا في اللوب؟ اكيد محتاج اعرفها في اللوب، صح؟ ليه؟ لان انا لازم ان انا ايه كل شويه ابقى عارف يعني الحته ديت او السيريال ريد دي موجوده فين، صح؟ فانا لازم كل شويه ابقى متابع كده معايا، هيا يا جماعه جالكوا اليوزر دخل رقم، هيا يا جماعه اليوزر دخل رقم، لازم ايه كل شويه ابقى متابع. فخلاص فهندخلها ايه في الكاركتر، مع ان على فكره انت لو حطيتها في اي حته هي حطيتها في السيت اب، بس الفكره ان انت لو دخلتها في السيت اب كده خليته لوكال فاريبل، فاهمني؟ فهو هيبقى في يعني ايه، هيبقى في سكوب السيت اب بس، فانت خليه في اللوب احسن، لان انت هتستخدمه اصلا في اللوب، تمام؟ هتبان الموضوع دلوقتي. يبقى احنا عاوزين نكتب هنا تشار، ونكتب بعد كده ماي كاركتر، ونقول له ان الماي كاركتر دوت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن السيريال دوت ريد، لان هو هيريد قيمه من عندك، وبنحط له كوسين دول والسيمي كولون. طب ماشي، انا بقى دلوقتي عاوز احدد الحرف المعين، عاوز احدد حرف معين، عاوز اقول له مثلا لو جالك حرف ايه كابيتال مثلا، ساعتها هتنور اللمبه ديت. يبقى انا ايه خدت بالك من الكلام؟ انا عاوز اقوله لو جالك الحرف اللي اسمه ايه كابيتال هتعمل ايه؟ هتنور اللمبه. يبقى خلاص، يبقى هتقول لي اف، ما خلاص انا بتقول له لو جالك الحرف دوت، يبقى جمله شرطيه عادي، يبقى تقول له كده اف، اف ايه بقى؟ تفتح القوس بتاع اف وتقول له اف لو جالك الحرف المعين. مين هو الحرف المعين دوت؟ اللي هو الماي كاركتر، الماي كاركتر
لو جالك الحرف دوت تمام، واسال بقى الحرف اللي هيجي لك دوت اللي هو في ماي كاركتر، هل هو بيساوي الحرف اللي انا عاوزه؟ مين الحرف اللي انا عاوزه؟ تعمل يساوي يساوي الحرف اللي انا عاوزه، مثلا اخترت الايه هو يكون ايه كابيتال، تمام، وتقفل الكورس. دي كده اف كونديشن هتنفذ لي حاجه، تمام. ده ايه لو الكلام ده ترو. طب لو هو مش ترو يبقى هتعمل لي ايلس وهتنفذ لي حاجه تانية، تمام. ومحتاج تسال نفسك كل شويه. طب تعالى كده ايه نعمل تريسنج كده ونفهم اللي بيحصل كده واحده واحده. انت دلوقتي اليوزر هيدخل له قيمه، هيدخل له حرف، تمام. خلينا نقول مثلا دخل له حرف السي، تمام. فالسي ديت هتروح لمين؟ هتروح للسيريال ريد. يبقى السيريال ريد دي كده هنشيلها ونحط مكانها اي حرف السي، تمام. وبعد كده بعد ما احط حرف السي هشيل حرف السي ديت، لان انت عارف ان الماي كاركتر دوت اللي هو نوعه كاركتر، انت عارف ان حرف السي ده عارف ان هما الاثنين ايه، يعني حرف السي ده هيتبصل مين؟ هيتبصل الماي كاركتر. يبقى الماي كاركتر دي دلوقتي بقت ايه؟ بقت عباره عن سي، تمام كده. هيجي بعد كده طبعا الكود بيتقري من فوق لتحت، هيجي بعد كده للماي كاركتر دي يشيلها ويحط مكانها سي. هل حرف السي هو حرف الاي؟ ده سؤال. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا الكلام ده مش صح، يبقى انا مش هتنفذ اللي هنا وهتخش على الالس، تمام. تمام طيب خلينا نمشي واحده واحده، ماشي. لو الشرط ده اتحقق، لو الشرط ده اتحقق انا عاوز ايه اللي يحصل؟ لو انت اليوزر دلوقتي جه ما دخلكش سي، اليوزر دلوقتي جه دخل لك الايه. السؤال كان بيقول لك لو اليوزر دخل لك الحرف اللي انت عاوزه نور لي اللمبه، تمام. يعني ايه انور اللمبه؟ يعني انا عاوز اللمبه دي كانت داخله على ايه؟ على بنايه هنا. البنايه دي احنا اتفقنا ان هي رقم كام؟ البنايه رقم 3. يعني انا عاوز البنايه رقم 3 تخرج اشاره كهربيه قيمتها واحد، او اللوجيك بتاعها واحد، يعني امتى؟ لو دخل لي لو اليوزر دخل لي حرف ايه دوت. يعني ايه لو اليوزر دخل لي حرف ايه؟ يعني لو انا دخلت في الاف، يعني لو انا دخلت في السطر دوت مش الحته دي بتاعت الاف، لو انا دخلت فيها عاوز اللمبه تنور. طب يعني ايه اللمبه تنور؟ قال لك بمنتهى البساطه الفانكشن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي دي حاجه ديجيتال، او دي بنيه ديجيتال، يبقى انت هتستخدم فانكشن اسمها ديجيتال، هتستخدم ديجيتال اسمها. ومين مين ديجيتال؟ ريد ولا رايت؟ لان ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انت عاوز الاردوينو هو اللي يخرج، يبقى الاردوينو هو اللي هيكتب مش هيتكتب عليه. يبقى الاردوينو ايه؟ مش هيقرا منك حاجه ومش مستني منك حاجه دلوقتي، دي اللمبه هي اللي هتنور. فهو الاردوينو هو اللي هيخرج اشاره لللمبه، يبقى الاردوينو هو اللي هيكتب الاشاره، يبقى الاردوينو رايت، وحرف الدبليو بيكون ايه؟ كابيتال، يبقى ديجيتال رايت، تمام كده. وبعد كده عندك ايه؟ بعد كده ديجيتال رايت قلنا بنبصلها قيمتين، ايه وايه هما القيمتين دول؟ قال لك القيمه الاولانيه هي الليد، قصدي البنايه. فانت طبعا انت كل الحصه دي على البنايه رقم 3، يبقى البنايه رقم 3، وعاوز تبصلها القيمه الاشاره الكهربائيه. مش انت بتقول لي ديجيتال، الديجيتال دي بتاخد كام قيمه؟ يا واحد يا زيرو يا هاي يا لو. فخلاص انا عاوزها تنور، فالاف لو الشرط ترو فانا عاوزها تنور، يبقى ايه تنور؟ يعني هاي، يعني اكتب له كلمه هاي او اكتب له ايه رقم واحد كده، تمام. فانا هكتب له واحد. طب لو الشرط ما لحقش، انا عاوز اللمبه ما تنورش، عاوز اللمبه تطفي، فيبقى انا في الالس. لو بقى الشرط ما اتحققش، لو دخل هنا مثلا حرف السي او حرف الزد او اي حرف غير الايه، عاوز ايه اللي يحصل؟ عاوز اللمبه تتقفل. يعني ايه اللمبه تقفل؟ يعني الديجيتال الاردوينو هو اللي هيخرج كلمه رايت على اني بنايه، البنايه رقم 3، عاوزها تقفل، صح؟ تقفل يعني ايه؟ يعني اشاره كهربيه قيمتها اللوجيك بتاعها كام؟ صفر، بس كده، والسيمي كولون، بس كده. خلصنا الكود، خلصنا الكود. فايه اللي هيحصل؟ هو الراجل هيقعد يسال نفسه كل شويه، ها يا جماعه احنا جالنا اي حاجه؟ اول ما يجي لنا حاجه تخش في السيريال ريد، تخش في السيريال ريد، تروح تتبص على طول لمين؟ لماي كاركتر. ماي كاركتر يخش على الاف، يسال نفسه هل الماي كاركتر اللي اليوزر دخله لي ده هو حرف الاي كابيتال؟ اه ولا لا؟ لو الاجابه اه يخش على الديجيتال ريد، لا ان الديجيتال ريد بتقول له نور لي البنايه رقم 3. البنايه رقم 3 دي اللي هي متوصله على مين؟ متوصله على الليد، تقوم الليد تنور. طب لا يا عم، هو اليوزر ما دخلكش حرف الاي، ده دخلك حرف تاني، يبقى مش هتخش هنا اصلا. امال هتخش فين؟ هتخش على الالس. طالما هتخش على الالس يبقى انت ايه؟ يبقى انت لا، جواها بيقول له ان الديجيتال رايت، يعني عند البنايه اللي هي رقم 3، ان بيقول لك ديجيتال رايت 3، لقيته بيقول لي يعني المايكرو بروسيسور بيقول لي البنايه رقم 3. طالما هو راح للسكوب دوت، يعني بيقول لي البنايه رقم 3 خرجي لي صفر لوجيك، فهيخرج لللمبه دي او الليد دي هيتبسطها صفر لوجيك. صفر لوجيك يعني ايه؟ يعني اللمبه هتتقفل، تمام. تمام، بس هو ده الكود. ولكن في واحد بقى لعيب بيقول لك ايه؟ يقول لك معلش، هو مش اليوزر عمال يدخل حروف دلوقتي؟ اليوزر هيقعد يدخل في حروف، صح كده؟ قال لك تمام. اه قال لك طب انا ايش ادراني ان الميموري مليانه؟ قال لك بص، انت كده بتفكر تفكير بره الصندوق وتفكيرك ماشي حلو، بس انا هرد عليك. قال لك عندنا فانكشن اسمها ايه؟ اسمها سيريال. اي سيريال تقابلك لازم حرف الاس يبقى كابيتال. فانكشن اسمها ايه؟ سيريال دوت افيلابل. قال لك ايه الفانكشن دي؟ افيلابل. قال لك ايه الفانكشن دي؟ الفانكشن دي بتتاكد بس ان انت عندك في مساحه فاضيه، في ميموري، يعني الميموري بتاعتك تشيل حاجه، تمام. فكل اللي انا هعمله ان انا عاوز بس اتشيك الاول اصلا هل انا عندي مساحه ولا لا. فكل اللي انا هعمله هاجي هنا كده فوق، تمام، واقول له ايه؟ واحط له السيريال دوت افيلابل ديت فين؟ جوه اف، فاقول له اف، تمام، وافتح اللي هو القوس بتاع اف ديت واحط ايه؟ سيريال دوت افيلابل هنا، احطها له هنا، تمام.
بس انا لو حطيتها له يعني ايه اللي هيحصل؟ معنى ان هي لو اخذت اي فاليو، لو انا عندي مثلا يا عم مساحه فاضيه في المول، مساحه كبيره جدا، هيبقى رقم كبير صح؟ اي رقم، لو انت حطيت لي هنا مثلا مليون، لو انت حطيت لي هنا كده مليون، المليون ده هيترجم لايه؟ هيترجم لترو صح كده؟ فخلاص يبقى انت ايه؟ يبقى انا طالما عندي الرقم دوت، لو انا عندي اي مساحه فهنا ده هيترجم لرقم، فالرقم دوت ايه؟ هيخش في اف، فالاف ديت هتبدا من هنا وهتنتهي عند اخر الكود خالص. طب لو انا ما عنديش مساحه فهو مش هيخش في اف، هيخش في اللي بعد اف. طب انا اصلا مش كاتب حاجه بعد اف، ده بعد اف خلاص الكود اتقفل، فخلاص يبقى مش هيعمل اي حاجه، يبقى مفيش مساحه فانا مش هياخد مني حاجه اصلا. فاهمني؟ طيب في ناس بتكتبها بطريقه تانيه، او ممكن تكتبها بطريقه تانيه، ان انت تقول لي ان السيريال دوت افيلابل دي تكون اكبر من الصفر. هي مش هتفرق، هي مش هتفرق سواء كده او كده، هي مش هتفرق معاك في اي حاجه. تمام كده؟ طيب ماشي، تعالى بقى نكتب الكود بقى ونلم كل اللي احنا قلناه دوت. احنا تعالى نعرف كده الحاجه بالروح. طيب اول حاجه عندنا الفويد سيت اب، تمام، واتفقنا ان هي بتتكتب، انها بتتكتب بيبقى عندنا قوسين كده وبتفتح القوس دوت. طيب عاوزين نعرف ايه الحاجات اللي احنا بنعرفها عندنا. انت قلت انت عاوز تنور لمبه صح كده؟ طالما انت هتحتاج لمبه يبقى انت عندك ايه؟ هتحتاج بنيه، يبقى انت لازم تعرف البنيه دي، بنعرفها عن طريق بن مود، واتفقنا ان حرف الام بيبقى كابيتال، ببصلها رقم البنيه، انا اخترت البن رقم 3، وبصلها نوعها اوت بوت ولا انبوت. اتفقنا ان اللمبه دي هتاخد اشاره من الاردوينو، ولا الاردوينو هيديها اشاره، ولا هو اوت بوت وانبوت دي بالنسبه للاردوينو. يعني كلمه اوت بوت يعني الاردوينو هيخرج اشاره، وكلمه انبوت يعني الاردوينو هيدخل له اشاره. فاللمبه بالنسبه للاردوينو، هل اللمبه اللي هتدي اشاره للاردوينو، ولا الاردوينو اللي هيدي الاشاره لللمبه؟ لا، الاردوينو اللي هيدي ليها الاشاره، يبقى الاردوينو هيخرج، يبقى ايه؟ يبقى اوت بوت. خد بالك ان كلمه اوت بوت او انبوت بتتكتب كلها كابيتال. تمام؟ طيب اتفقنا بعد كده ان انت ايه عاوز تاخد، او انت اليوزر هيدي الحرف دوت، هيكتب الحرف عن طريق ايه؟ عن طريق السيريال، لان انت اتفقت ما عندكش كيبات او حاجه. فانت يبقى انت محتاج تعرف السيريال. اتفقنا تعرفت السيريال باسماء ايه؟ باسمها سيريال دوت بيجن، تمام، وبص السرعه اللي هي 9600. تمام كده كده انت هتفهم على طول انك شغال يو ارت، مش محتاج تعرف اي حاجه تانية. طيب بعد كده اتفقنا بعد كده ان احنا عاوزين نخش في الفويد لوب. تمام، طالما انا هخش في الفويد لوب دلوقتي، فانا اول حاجه عاوز اعملها ان انا اتاكد اصلا ان انا عندي مكان. فاتفقنا ان انا اتاكد ان انا عندي مكان ازاي؟ بان انا اقول اف واحط بقى اللي هو الكود بتاعي، او اللي هي الفانكشن اللي بتتشيك على موضوع في مساحه دوت افيلابل. تمام كده افيلابل. تمام تمام اهو، بعد كده عندك ليها قوسين. تمام كده مظبوط. ده كده انت ايه؟ كده انت بتتشيك على ايه؟ كده انت بتتشيك على ان اسمه ايه ده، كده انت بتشيك على البتاعه دي، كده انت بتشيك ان عندك مكان اصلا يقبل او ياخد ايه؟ ياخد اي داتا. طيب بعد كده هنا بقى الحته دي اللي انا هكتب فيها ايه؟ اللي انا هكتب فيها الكود بتاعي كله. طيب ماشي، انا دلوقتي عاوز اليوزر، عاوز اخد رقم من اليوزر صح كده؟ طيب الرقم ده انا هاخده عن طريق ايه؟ عن طريق السيريال. طب يبقى انا محتاج فانكشن من السيريال بتديني قيمه. فخلاص الفانكشن دي اسمها ايه؟ اسمها ريد. ليه؟ لان الريد هو مين بالظبط اللي هيريد؟ الاردوينو هو اللي هيريد. يبقى انت محتاج تريد حاجه صح كده؟ طيب ماشي، بس خد بالك انت هتريد عن طريق السيريال صح؟ فلازم تعرف السيريال. يبقى السيريال اهوت، يبقى سيريال دوت ريد. تمام ماشي، انا القيمه يعني انا القيمه بتاعت سيريال دوت ريد اللي انا هاخدها من اليوزر اللي هي هتتخزن في سيريال دوت ريد. تمام، دي اللي هي كانها سي ان مثلا. تمام كده، الفانكشن ديت انا هخزن القيمه بتاعتها فين؟ انا هخزنها في فاريبل، سمي لي الفاريبل دوت ده اي، سمي لي الفاريبل دوت اي حاجه، سميه حرف الام مثلا. يبقى حرف الام دوت، الام ده فاريبل من عندي، الام ده فاريبل من عندي، بيساوي مين؟ بيساوي سيريال دوت ريد. تمام كده، اللي هو الكومنت اللي هاخدها من اليوزر. طب ماشي، في حاجه اسمها فاريبل كده لازم اقول لك الداتا تايب بتاعه صح، اللي هو ايه؟ اللي هو هيبقى كاركتر. تمام كده، يبقى كاركتر ام بيساوي سيريال دوت ريد. حلو جميل، او ما تنساش السيمي كولن. تمام، بعد كده خلاص انت دلوقتي عاوز تشيك ان الفاريبل دوت بتاع اليوزر هو ايه؟ هو الحرف اللي انت عاوزه. فهتتشيك ازاي؟ عن طريق اف كونديشن. اف كونديشن عاديه، هتسال نفسك هل حرف الام اللي هو السيريال دوت ريد اللي اليوزر دخله، هل هو بيساوي الحرف اللي انت عاوزه؟ انت عاوز حرف ايه بقى؟ اختار اي حرف. احنا مثلا قلنا ايه؟ هنحط حرف الايه كابيتال. تمام كده، طب ماشي، لو الكلام ده صح ايه اللي هيحصل؟ قالك لو الكلام ده صح المفروض مين؟ المفروض ايه اللي هيحصل؟ المفروض اللمبه تنور صح. يعني ايه اللمبه تنور؟ اللمبه دي اللي متوصله على البنايه رقم 3. يعني انا عشان اللمبه تنور يعني انا لازم اخد كهربا من البنايه رقم 3. يبقى البنايه رقم 3 لازم تديني قيمه كهربائيه. القيمه الكهربائيه دي هتبقى ديجيتال ولا انالوج؟ قالك احنا هنشتغل ديجيتال دلوقتي، ممكن قدام نشتغلها انالوج عادي، بس دلوقتي هنشتغلها ديجيتال. يبقى انا عاوز ديجيتال بن، ديجيتال رايت ولا ديجيتال ريد؟ هو الاردوينو هو اللي هيكتب،
يعني هو اللي هيخرج ولا هو اللي هياخد القيمة، هو اللي هيتكتب عليه؟ يعني الأردوينو هيرايت هو اللي هيكتب، ولا هيريد مستني القيمة عشان يقراها؟ لا، الأردوينو هو اللي هيرايت، هو اللي هيكتب القيمة دلوقتي، يبقى رايت. وخد بالك ان حرف الكابيتال، حرف الدبليو كابيتال، ديجيتال رايت. ديجيتال رايت ببصلها مين؟ ببصلها قيمتين، قيمة مين ومين؟ قيمة البناية اللي احنا اتفقنا انها البناية رقم 3، وبصلها كمان انت قلت ديجيتال، فديجيتال دي انا عاوز فاليو بقى، فالديجيتال دي بتاخد يا ايه، يا صفر يا واحد، اللي هي يا هاي يا هاي يا لو، فانا هديها هاي اللي هو واحد، لان طبعا كونديشن كده خلاص اتحقق ان جوه اف، وما تنساش السيمي كولون. طيب ده كده لو الشرط اتحقق. طب دلوقتي لو الشرط ما اتحققش ايه اللي هيحصل؟ لو الشرط ما اتحققش يبقى انا دلوقتي جوه مين؟ يبقى انا كده دلوقتي جوه إلس، صح كده؟ طب ماشي، لو انا جوه إلس دلوقتي ايه اللي هيحصل او ايه اللي المفروض يحصل؟ هتقول لي والله المفروض اللمبه ما تنورش. يعني ايه اللمبه ما تنورش؟ يعني اللمبه المتوصله على البنايه رقم 3 يخرج عليها قيمه ديجيتال بمقدار صفر لوجيك، اللي هو مش منوره، مفيش اشاره كهربائيه. اعمل ده ازاي؟ بان انا اكتب ديجيتال، الاردوينو هو اللي هيكتب، الاردوينو هو اللي هيكتب، هو اللي هيخرج الاشاره، يبقى هو اللي هيكتب الاشاره، يبقى ديجيتال رايت هيكتبها عن طريق البنايه رقم كام؟ البنايه رقم 3، تمام كده. وعاوز القيمه الديجيتال دي تبقى كام؟ واحد ولا صفر؟ هاي ولا له؟ عاوزها تبقى له اللي هو صفر، تمام. وما تنساش السيمي كولون، تمام كده، تمام، وكله مظبوط، كله مظبوط، مفيش اي مشاكل باذن الله. طيب ماشي، تعال نرسم بسرعه، تعال نرسم بسرعه. عندك انت محتاج اردوينو، تمام، واحنا اخترنا البنايه رقم 3 صح، فانت كده محتاج مين؟ محتاج ليد، ومحتاج هنا الليدات اهيت، انت محتاج لمبه لفها كده عشان يبقى شكل الدايود، هتوصلها على البنايه رقم 3، تمام. ومحتاج طبعا طالما معاك مقاومه فانت محتاج، طالما معاك قصدي لمبه فانت محتاج مقاومه، تمام. ومحتاج طبعا ايه؟ جراوند اللي هو الريفرنس بتاعك، تمام تمام كده. تعالى نابلود، تمام كده. قال لك في ايرور في اف مود، ايه اف مود دي؟ فويد. احنا كاتبين كلمه فويد غلط اصلا، انا عشان بكتب بدايه الاثنين، ف فاهم، في زرار او في صباع يعني بيبقى اسرع من التاني، ما علينا يعني. تمام كده، تمام. بن مود 3 اوتبوت سيريال بيجن، تمام ان شاء الله كده، تمام باذن الله. ريد سيريال دوت ريد، تمام. خلينا نفتح المونيتور، دي الشاشه دي اسمها السيريال مونيتور، تمام. طيب احنا متفقين ان الحرف بتاعنا هيكون ايه؟ الاي كابيتال، صح كده. خلينا كده نرن. طيب انا كده هرن، انا هنا دلوقتي عاوز ادخله قيمه، هدخلها ايه؟ سند تكست اهوت من هنا كده. خلينا ندخل اي حرف، حرف الاتش مثلا، بص اللمبه ما نورتش او حاجه، خلينا ندخل حرف الار مثلا ما نورتش او حاجه. طيب خلينا ندخل حرف الاي كابيتال، بص اهي نورت اول ما دخلت الاي كابيتال. هو دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ هو بيسال نفسه دلوقتي، هو بيسال نفسه عندك مكان؟ اه، قال له عندك مكان. طيب هل الام دلوقتي، الام دلوقتي بيساوي مين؟ السيريال ريد. السيريال ريد دي اللي انا اخر قيمه داخله، اللي هو دلوقتي مين القيمه اللي داخله؟ اللي هو الاي ديت، تمام. فهو دلوقتي الاي دي اللي متسجله، فالام دي بقت هي عباره عن حرف الاي، فدخل هنا بيسال نفسه هل الام ديت، الام دي اللي هي مين؟ اللي هي حرف الاي بتاعنا دلوقتي، هل الاي هي هي الاي؟ لا، الكلام ده صح. فراح عند ايه؟ راح ينفذ اللي جوه الاف اللي هو ديجيتال رايت عند البنايه 3، تبقى كام؟ تبقى واحد اللي هي هاي. فراح عند البنايه 3 المايكرو كنترولر، بعت للبنايه رقم 3 تخرج اشاره هاي من عليها، فالاشاره الهاي دي هتمشي مين؟ هتمشي في الليد. طب لو غيرنا، لو كتبنا حتى ايه سمول، ايه اللي هيحصل؟ ما حصلش، لا بقت الام ديت اسمها ايه؟ بقت الام دي عباره عن ايه؟ عن ايه سمول، تمام. فايه اللي هيحصل؟ فخلاص الاي سمول مش بيساوي الاي كابيتال، فخلاص اقفلها لي عن طريق اللو ديت. طيب ايه اللي هيحصل لو انا كنت اخدت الكود دوت حطيته في السيت اب؟ لو انا كنت حطيته فوق في السيت اب مش في اللوب، كان هو هيسال نفسه وهو بيعمل تريسنج كده، اللي هو بيقرا الكود من فوق لتحت، هيسال نفسه السؤال دوت مره واحده بس، هل الام، هل الام بتساوي الاي كابيتال اه ولا لا؟ وهيرد في ساعتها، لو الاجابه اه هينور اللمبه، لو الاجابه لا مش هينور اللمبه، بعد كده هيخرج من السيت اب يخش في اللوب اللي هي غالبا هتبقى فاضيه، لان انا بقول لك هاخد الكود ده كله احطه لك في السيت اب، فخلاص بقت اللوب فاضيه دلوقتي. يبقى انا سالت نفسي مره واحده بس، فمهما هنا تقعد تكتب اي كابيتال مليون مره اللمبه عمرها ما تنور. ليه؟ لان انت خلاص انت حطيت لي الكود كله في السيت اب اللي هي مره واحده بس، لكن انت هنا انت عاوز كل شويه الكود يقعد يسال نفسه كل شويه هو اليوزر دوت مدخل ايه دلوقتي؟ لا هو والله دلوقتي مدخل ايه، انت هتنور. تغيرها خلاص، آه خلاص اتغيرت اهيت، تمام. بس فهو كود بسيط يعني، فكرته حلوه، من الحاجات اللذيذه يعني. خلينا نشوف كده،
بص كده معايا، كل ده انا قريته معاك تمام. طيب ماشي، انا هنا اهو حطيت لك الكود اهوت، ده الكود ودي اللمبه وهي منوره، ده الكود هو شغال لما دخلت له الاي كابيتال، ودي ايه لما دخلت له حرف تاني، انا جربت معاك الاي سمول فاللمبه ايه قامت قفلت تمام. طيب تقعد بقى انت تقرا بقى ايه الكلام دوت، تحاول بقى ايه بيقول لك هنا جرب ان انت تغير لون المصباح اللمبه يعني، وتشيل المقاومه عشان تحرق المصباح، وتوصلها على الجراوند على طول عشان تشوف يعني شكلها لما تتحرق تعمل ايه. هسيبك انت تعمل الكلام ده مع نفسك، وده تمرين مع نفسك يعني لو انت عاوز بقى تقعد تجرب الحاجات ديت. بقول لك بس لاحظ ان انا كتبت الكود ذات نفسه جوه اللوب زي ما بقول لك بقى دلوقتي، وكتبت التعريفات الاساسيه جوه السيت اب اللي هو بعرف السيريال، بعرف البنايه بتاعتي المفروض. ثانيه بيقول لك المفروض انك ترد على نفسك بقى وتبقى فاهم ليه اللي انا كتبت ده جوه اللوب وليه كتبت ده جوه السيت اب، وحاول تحط الكود زي نفس اللي كنت بقول لك دلوقتي، حاول تحط الكود كله جوه السيت اب وشغله وشوف الناتج هيكون ايه. هتلاقي نفسك بيسال مره واحده بس وخلاص، مهما تدخل الاي كابيتال مش هيخرج تمام. وبقول لك هنا اتعود وجرب تكتب بايدك، ده اللي هيخليك شاطر. المهم يعني بيقول لك بعد كده ان الامر سيريال دوت ريد ده زي الامر سي ان في السي بلس بلس، او اللي هو زي سكان اف يعني في السي، بستخدمه عشان ياخد من المستخدم انبوت اللي هو باخد من اليوزر اي قيمه. طالما هتحتاج ان السيريال يبقى لازم 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 تعرف لي الامر دوت. بنعرف فين؟ ده تعريف، التعريف ده تحطوه لي فين؟ في السيت اب الفويد سيت اب. طيب الامر بين مود بيتكتب فين؟ الامر بين مود بنكتبه برده في السيت اب عشان احنا بنعرف، وبنباصي للبين مود ده قيمه رقم البنيه ونوعها اوتبوت ولا انبوت. طيب الامر ديجيتال رايت بنعرف بنكتبه فين؟ بنكتبه في اللوب تمام، وغالبا بنديله قيمه من القيمتين اللي هي الحاله بتاعته بتبقى يا هاي يا لو تمام كده، وبنديله برده ايه رقم البن، يا اما تكتب كلمه هاي كده او تحط له واحد او تكتب لو كده تبقى كلها كابيتال، او تحط له صفر. طب ماشي، ممكن واحد يفكر انا ليه ما كتبتش ديجيتال رايت دي مثلا في السيت اب، يعني هو احنا ليه مش بنكتب ديجيتال رايت في السيت اب؟ ليه؟ لان انت ممكن تغيرها، انت لو حطيتها في السيت اب مره فاهم انت كده بتبوظ الدنيا، اللي هو انت كده فاهم هيقراها مره واحده وخلاص مش هيخش عليها تاني. فهي المره الواحده ديت ما هي ديجيتال رايت ديت يا شغاله يا مطفيه، صح كده؟ يا هاي يا لو، صح كده؟ فهو خلاص قراها مره ان هي شغاله خلاص، اه مش عارف ايه جنبها تاني، خلاص هو قراها مره واحده بس. لكن اللوب بتخليه كل شويه ايه يروح يقراها تاني، هل اشغلها ولا اقفلها، اشغلها ولا اقفلها، فاهمني؟ فده الفرق ما بين اللوب والايه والسيت اب يعني تمام. عاوزك بقى انت مع نفسك تقرا ده اللي هو الداتا تايب والسايز بتاع كل واحده فيهم والماس اوبريتور، ومفروض ان الحاجات دي انت خدتها، عاوزك بس تراجع عليها عشان تعرف ايه تركز معايا في المثال الجاي خصوصا الاخرانيين دول تمام كده. تمام ماشي، خلينا نكمل، خلينا قصدي نقفل دوت ونعمل فيديو جديد. شكرا.